عامي أيلون وجلعاد شير وأورني بتروشكا في ذا هيل. نتنياهو يجر الولايات المتحدة إلى مسار خطير فيما يتعلق بإيران. يحذر كتاب المقال إدارة بايدن من تأثير نتنياهو على السياسة الخارجية الأمريكية بشأن إيران، ما يهدد بتورط واشنطن في صراع قد يتحول إلى حرب إقليمية لها تبعات دولية. ويضيفون أنه بينما يظل الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو تحالف أمني إقليمي بين إسرائيل والدول المعتدلة على رأسها السعودية، لكن نتنياهو يرفض ذلك لأن ذلك سيقود إلى قيام دولة فلسطينية، ما يهدد بدوره بقاء نتنياهو في السلطة من خلال فقدانه لدعم الجناح المتشدد في حكومته. ويخلص المقال إلى أن سعي نتنياهو لإرضاء هذا الجناح يتعارض مع المصالح الأمريكية وحتى توصيات الأوساط العسكرية والأمنية في إسرائيل، داعياً صناع القرار الأمريكي لئلا يجعلوا مصالح نتنياهو الشخصية لها الأولوية على حساب مصالح واشنطن. إريكا سولومون في نيويورك تايمز: مع احتواء الصراع بين حزب الله وإسرائيل، خطوة إيران المقبلة قد تكون متواضعة. تقول الكاتبة إن السرعة التي انتهت بها المناوشات بين إسرائيل وحزب الله تظهر أن الميليشيا اللبنانية ورعيتها إيران لم يجدا طريقاً مرضية للرد على الإحراج الذي تعرضت له إيران بعد الضربات الإسرائيلية، بحيث تردع أي هجوم إسرائيلي محتمل من دون أن تزيد من مخاطر اندلاع حرب إقليمية، وتضيف أن اندلاع هذه الحرب سيكون له كلفة سياسية كبيرة على حزب الله في ظل الأزمة الاقتصادية والفراغ السياسي في لبنان، وأن حسابات إيران هي القيام برد لا يتسبب في دخول الولايات المتحدة على الخط، وأن هناك احتمالاً أيضاً لتأخر الرد الإيراني ما دامت المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة متواصلة. افتتاحية نيويورك بوست: تبادل النار بين إسرائيل وحزب الله يظهر أن الوقت قد حان كي تكشف واشنطن زيف تهديدات إيران. تقول الافتتاحية إن تبادل إطلاق النار الأخير بين حزب الله وإسرائيل يظهر أن إيران ووكلائها ينحنون بمجرد أن يتم التصدي لهم، ما يظهر أنهم يحبون إطلاق التهديدات من دون القيام بما قد يتسبب في حرب، لأنهم يعرفون أن إسرائيل أقوى وقادرة على تدمير صناعة النفط الإيرانية. وتضيف الافتتاحية أن هذا يجب أن يكون درساً لإدارة بايدن وهاريس التي تخشى من التصعيد أكثر من اللازم، ما يجعلها تفشل في الرد على التهديدات الإيرانية ويجعل محور إيران أكثر جرأة. وتختم الافتتاحية بالقول إن على واشنطن أن تتبنى مقاربة إسرائيل، لكنها تشكك في أن يحصل ذلك في ظل وجود بايدن أو حتى هاريس في السلطة. تشاس نيوكي بوردن، مجلة ذا ويك: هل سيبقى المستوطنون الإسرائيليون الجدد في الضفة الغربية؟ يقول الكاتب إن المستوطنين الإسرائيليين يستغلون الحرب على غزة من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بهدف ضم إسرائيل للضفة كلها في نهاية المطاف، علماً أن تقارير أممية وصحفية تشير إلى تزايد المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية لتغيير الوضع على الأرض. ويضيف الكاتب أن التخوف من المستوطنين المتطرفين والمتشددين في حكومة نتنياهو الذين يريدون إطالة أمد الحرب في غزة لتحقيق هدفهم الذي يشمل منع إقامة دولة فلسطينية.